السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. العواشر مبروكه، تعيدوا بالصحه والراحه ان شاء الله. غادي نديروا معكم حليوه، غادي ندير مجموعه ديال الحلوه بسيطه وسهله، ما كنجيبش انا شي حاجه صعيبه اللي واحد ما يلقاهاش. اي حاجه كتكون عندنا في الدار، طريقه ديال غريبه ديال كيف كنصوبها انا على طريقتي انا، ان شاء الله تعجبكم. بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا قولوا المقادير، عندنا هنا زلافه ديال الزيت النباتيه، عندنا هنايا زلافه ديال السكر الخشن سنيده، أربعة ديال البيضات التمرين، ولا ما كانوش تمرين غنديرو خمسة ولا ستة، زلافة ديال الكوك، جوز الهند، جوج خمارات، أنا دايرة جوج على حساب غادي نضوب القوام، ولكن غندير القوام كل واحد بوحدو. غادي ندير القوام الأول غادي نصوبو نساليه، وعاد ندير القوام الآخر على حساب السميدة كتشرب. نبداو على بركة الله، غادي نصوبو البيض هو الأول. السميدة على حسب الخليط، ما غنديرش منها، غادي نعبرهاش غنديرو صافي. ما عندي البيض، هاد البيضات هادو تامري، كيعرفش درت غير ربعه. نخليو الكوكو والخمارة هي التالية، غادي نضيفو الكوك، من بعد عاد نزيدو السميدة، السميدة على حسب هاد الكوك. يلا باش نجمعو، والكوك هو اللي كيزيد. غادي نخلط بيديا، نحاولوا من صحوهاش. غادي نديرها في هاد البلاستيكه، الاحسن لها نديرها في البلاستيكه باش ما باش كتبقى لنا رطبه، ما كتشربش بزاف، ما كتنشفش. نديرو شويه ديال الزهر، درنا شويه غريبة، دابا غنديرو شوية الزهر فاش غادي ندهنو يدينا. غريبة ديالي هي هادي، العجينة ديالي هي هادي، درتها في ميكر باش متبقى عليها باش متنشفليش. دابا غادي نقيس يدي بالزهر، ندوزها في الكلاصي، نستمر فيها كلها هكا. غادي
نديرها في مرها كلها ونخلطها، ما نخليش ما نديرش بحال دابا هكا، نخليها نطليها غير شويه هكا باش ملي كطيب كتعطي واحد المنظر زويون، كتجي رائعه. هي السر ديالها ما تجيش العجينه ديالها قاصحه، الا جات عجينتها قاصحه هي فاش كتيبس لنا. نبعدوها شويه على حسب غادي تنفخ لنا، الغريبه ديالنا هي هذه، ها هي كي جايه حمر على جوج جهات، سيكون فيها غير لوين مذهب، بصراحه جايه رائعه. كي دايره من الداخل فتيه، غادي نصوبو الحلوه ديال الفرشيطه، كتجي زوينه كتجي زوينه وفتيتيه ورائعه وكتحط كميه زوينه. عندي هنا خماره، جوج بيضات، زبده، كاس ديال الكلاصي، سكر، سكر سبيسيان. عندي هنا كاس ديال دانون، هادو هما المكونات ديال هاد الحلوه هادي. غادي نحيدو هاد البيض، الزبده بحراره المطبخ. هاد الزبده غادي ندير معاها السكر، غادي نطلق هاد الزبده غير هكا مع السكر، ما غادي نديرش، ما غادي نطلقها غير هكا ما نسخنوهاش، نطلقوها غير مع هاد السكر هكا حتى تولي لنا كريميه بحال الكريمه، وعاد ندير عليها البيض. نزيدو لها واحد نص كاس ديال الزيت، نضيفو البيض ديالنا، هاد جوج بيضات ودانون. دابا غادي نزيد الطهون وغادي نطلق هاد البيض ودانون مع السوده، ديري دابا سيريو لي عاوتاني وليو ينسجمو مع بعضهم. دانون غادي يعطينا واحد النكهه لهاد الحلوه، كتجي رائعه بهاد المذاق ديال دانون. من بعد ما طلقت الزبده دابا غادي ندير الطحين، غادي نخلطها غير هكا بصبعاني باش ما نعلكهاش، ملي كتعلك كتولي البطاطا هي ما كتبقاش رطبه. هكا بحال غادي نعجنوا الحرشه،
العجينة ديالنا هي هذه، ها هي رطيبة. دابا غادي نديرها بلاستيكة، نحطها في الثلاجة شي شوية ترتاح، جمع راسها شوية على حساب الزبدة، وعاد نولي نكورها. غادي نصوبو العجينة ديالنا، دابا غادي نشكلوها. حطيت هنايا شوية ديال الدقيق الرطب، غندير لها هكا شكل طولي. صومو الحجم اللي بغيتو، صغيرة هكا كبيرة، أنا درتها شوية. نصوبها بهاد مغرفة الشبكة، باش تعطينا داك السنينات. هكا ولا بالفرشيطة، نستمر فيها كلها هكا، سنعمرها نساليوها إن شاء الله. الحلوة ديالنا هي هدي، من بعد ما شكلناها دابا غادي ندخلوها للفران. طيب سهلة وبسيطة، ندخلوها للفران. طيب غادي نصوبو ريشبوند، عندي خمارة، جوج بيضات، كاس سكر خشن سنيدة، كاس ديال زيت نباتية، ثلاثة ديال المكونات، أو طحين. هما اللي غادي نديرو، نخلو البيضات هما الوالو، غادي نخلطو المكونات ديالنا. نزيد الطحين، دابا غادي ندوزها في الكوك.
الكونفيتير هو هذا. درت له شويه ديال الماء وديته غلا حتى تطلق. غادي نغطس فيه الحلوه ديالنا هكا، غادي ندوزها ردوها للكوك. خليها تشرب شي شويه في الكوك، نلبسوها كلها هكا بالكوك. كتجي زوينه، كتجي رائعه. كاين اللي كيديرها ملاقيه، انا ما درتهاش ملاقيه، درتها كبيره. ملاقيه هكا كتجي زوينه، ولكن اللي بغى يدي اختصر الوقت. انا درت لكم غير حليوه بسيطه، ما فيها لا تعب ولا مصروف بزاف. حلوه ديال المساكن، حلوه ديال البساطه. نستمر فيها كلها هكا تسالوها. الحليوه ديالنا هي هذه، سليناها، صوبنا ريش بوند، صوبنا هذه الحليوه هذه ديال مزوقه بالشوكولات ديال دانون. الريبه ديالنا هي هذه، درنا الحلوه ديال البساطه. الصابلي ساهل وبسيط ماشي مكلف. نتمنى من الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.